اهلين يا جماعة. الله يعطيك العافية يا شادية، تعبتي مو هيك؟ أعوذ بالله، نارة مثل بنتي، حدا بتعمم بنته؟ بس تصحي رح آخذك أحلى مشوار بالسيارة. بتخليني أسوق؟ بخليكي. نارة أنا آسفة إنه ما خليتك تروحي معنا. معلش سوسو، هي مو أول مرة بتتغلظي علي. منيح اللي ما راحت معكم، كيف كنتوا ممكن تتصرفوا؟ لو رحت معهم ما كنت مرضت، اصلا انا منزعلي منهم مرضت. عين الشرطة وبرين سلامتك من المرض يا روح العمة. ايه انو مرض؟ ليكيها ما احلاها مثل الوردة. خذي خالته، هاي اللعبة الي. عجبتك حبيبتي؟ ميرسي خالته، بدي احلى كثير. نارا هلا بدك تعزفينا شوي لنشوفك قديش تطورتي. ايوه نارا بايك. اعطيني الجيتار. وين الجيتار؟ سوسو ناولية الجيتار. وين الجيتار؟ يلا برافو نارا، برافو نارا. يا جماعة اسمعوا مني، ما بصير هيك تضلوا قدام البنت، مو منيح مشانها. والله معك حق يا نعيمة. يه شو معها حق؟ ما بدنا نطمن على بنتنا. يا أولاد الغرفة خنقت، يا ريت تفتحوا لنا الشباك شوي. لا صهري عادي، ننبه علي ما حدا يفتح الشباك. بس فعلا الغرفة خنقت من العجقة، أصلا كل قعدتنا هون ما لها مظبوطة. بصراحة كمان منبه علي صهري عادل ما حدا يقعد مع نارا. يا لطيف شو موسوس. عادل ليش ما عم تاكل يا ابني؟ مو مشكلة مرت عمي، مو مشكلة، كلوا انتوا هلا، انا بعدين باكل. زعلان على نارا؟ ايه طبعا. ايه والله يا جماعة الرعب اللي اكلناها مو قليلة. معك حق والله، لك الاولاد كلهم هم بهم. ايه ما سهرنا ليالي مشانه. والله لكن انا شو هول، ربيت خمسة لحالك. انت كنتي تلعبيهم، اما باقي التعتير علي انا على تحميم وتحفيظ وركض على الدكاترة. ايه والله انا نعيمة الله يخلي لي اياها، ايه ما خلتني حس بشي. ايه نعيمة ما في منها تنتين. تسلمي يا مفاتن، وانتي ما في منك اثنين. هلا انتو ليش عم تحكوا علينا وكأنه نحن مشكلة بحياتكم؟ لكن ليش جبتونا؟ بعدين حدا منكم فكر نحن من شو منعاني؟ او اذا كنا مرتاحين بحياتنا معكم. اسمعوا الحكي، قال اذا كانوا مرتاحين معنا بحياتهم ولا لا. والله فكره، بجوز يكونوا ما مبسوطين نهائيا معكم، انتم مفكرين حالكم عاملين واجبكم. شو قصدك برهوم افندي؟ برهوم معه حق، انا من طول عمري كنت متمنى يكون شيء وصرت شيء تاني من غير ما اهلي يحسوا فيي. ايه انا جيت. اهلا. لا الحمد لله تحسنت كثير معك. ما في شيء بنوم. شو تاكي بيتزا روحي؟ الحمد لله على السلامه. نارا بابا فوتي على غرفتك فورا. انا اسف يا جماعه بس الطبيب ماني على الضجه بالبيت.